هو صحيح الزمالك خلص مع عمر السعي ده قبل اسماعيل متألق؟ عمر السعي وقع رغبه لنادي الزمالك، وقع لكن عقده ممتد مع الاسماعيلي حتى 2028. فحتى الان الزمالك ما خلصش مع الاسماعيلي. الزمالك عايز يعمل ايه او التفكير؟ سؤال معلش، عشان انا عارف ان الجمله دي بنقولها مكرره، يعني هو ده عادي؟ يعني في مصر عادي دلوقتي، في مصر عادي. يعني الرغبات كلها تتقطع حتى لو ما خلصتش مع النادي نقطع عادي. بس متخيل مثلا ايه لو اتفاق جنتلمان كده، لاعب في الزمالك هو اللي وقع رغبه للاسماعيلي، او لاعب من الاهلي هو اللي وقع رغبه للاسماعيلي، كارثه طبعا، هتبقى عامله ازاي؟ طب في لاعب موقع عقد ثلاث انديه السنه دي. مين؟ لا بدون ذكر اسم، لاعب متاح ثلاث انديه عايزين يجيبوه، موقع للثلاث انديه، يقول لي خلصني من النادي بتاعي انا مش رغبه، موقع عقود اربع نسخ. قول لي اول حرف من اسم. الف ن الف نون. قول يا باشا. لا مش سيبك، مش عايزين نذكر اسم عشان ما تخش، بس انا بقول لك انا بقول لك ده اسمه الاولاني واسمه والده الناحيه الثانيه، صح؟ هو اسمه ثلاثي لكن خلينا في الاول والثاني بالنسبه، بس بقول لك سيبك من الاسماء. بس هو موقع على ثلاث انديه. ماشي، اللي خلصني يا باشا من الفريق بتاعي. مش اوكي، وهو واثق ان ما فيش ولا نادي من الثلاثه دول هيطلع العقد، انك هتوقف لو انت طلعت هتوقف. صح، على فكره مش قصه. لا، ورئيس النادي كمان بتاعه ما بيهزرش في الحاجات دي. هيمسكهم على السوشيال ميديا يعني. هو بيتكلم عن احمد امين اوفا يعني. لا 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 خالص، مش هو. مش لا لا مش هو سهرب. طيب مؤاب وقع رغبه، لكن الزمالك عايز يستغل قصه ان حمدي النقاز لاعب الاسماعيلي عايز يقسط الغرام الاسماعيلي ماديا دلوقتي. الموضوع يعني يمكن حمدي النقاز ليه ست شهور مستحقات متاخره عند الاسماعيلي، ففي ازمه في الاسماعيلي ماليا، فالاسماعيلي هيتجه للزمالك هيطلب تقسيط غرامه النقاز. الزمالك عايز يستغل ده في ضم عمر الساعي. ليه عمر الساعي؟ عشان هم شايفين ان عمر الساعي هيجيد في مركز الجناح الايسر الهجومي اللي بيلعب فيه مصطفى شلبي. مصطفى شلبي كثره اصاباته وعدم ثبات مستواه في بعض المباريات مخلي الزمالك عايز يدعم المركز ده. عمر الساعي بيجيد في خط الوسط وفي الجناح الايسر الهجومي، وبالتالي لو الزمالك قدر ان هو يشتغل على النقطه دي رغبه اللاعب الاولى للانتقال للزمالك. يعني مش عشان ميدو الاب الروحي بتاعه؟ لا لا مش عشان ميدو.